مراد الوجه الملائكي كاينة مرا كيما انتي عندها ضمير قادرة ترتكب جريمة وتقتل بيبي في كرشي ما. جمال هذه ماشي جريمة، الجريمة تاع الصح لو كان يبقى، وعلى بالي واش راني نهضر. بصح وين راح؟ أنا كي سقسيت عليه قالوا لي جاز البيرو في حوايجي وراح. أنا نزيد ننصحك، ردي بالك تطلبي هاد الشيء من طبيب واحد آخر قبل ما نجي، لازم نصفيو حساباتنا من بعد. يرجع الحال بالحال، وأنا نقعد رافضة طفل بابا ماشي قابل بيه وراه حالف باش ينزلو. على بالها بلي راني رافض الطفل التالت هكداك وحب تفرضو عليا بالسيف. وهذا الولد اللي راح يزيد باش راح يفكرو باش حسيتو ودرت رايي. هيا ديرها علمت كيفاش يولو دراري يتميزو كيما تميزت معانا وخواتاتي في صورنا. اسمح لي وليدي، نحب كنت من نشوفك تجري قدامي، بصح ما نرضاش تشيل الدنيا وباباك رافضك. شوفي، هدرت البارح مع واحد العجوزه تاع العائله وقالت لي على واحد الحشيش بالك يقدر يعاوني بها. انت تعرفي هذا الحشاوش مليح ولا ما نفعنيش ما يضرنيش. نقول لك الصح يا رشيد، ماشي غير باش نرديه هو، انا ماذا بيا يكون عندك اخ يوقف معك في وقت الشده. يا ربي العز اسمع لي وجعل جميله وليك سيسمعوني يا ربي. شنو هاد الحشيش؟ كي شريت الدبشه والمعدنوس لقيتو عند مول الطابله جبتو. وعلى هذا يطيبو؟ لا لا، عجبتني ريحته. ما لازمش تكذبي على باباك يا بنتي ولا على حتى واحد اخر، فهمتي؟ واش ما تجيش تفطر؟ ها هو ما نطلعش رشيد، على بالي كان طلع يحكم من النعاس نعطيها برقدة، وانا عندي واحد الخدمه حاب اللي كيديها باش نخرج شويه بكري. واش عم نقول خويا العز، انا عطوني سمانه بروفيتي فيها يا خويا. بصحتك الله يسلمك. اي العشيه تمام. شراهي العزيزة تاع اختي تا وشراهي توحشتكم بزاف بزاف. شوفي الجبل خوك العزيز هاك هادو تاعك وراهي ريما وجميلة. جميلة راهي مريضة. واش بيك؟ واش بيك؟ واش يا رشيد؟ واش راهم يقطعوا فيها؟ اسمعي جميلة غلطي حقك. مش مليحه راسي توقيلا راح نموت. بعد شر عليك ما تقوليش هكذاك، لو كنتيك سبيطار تريحي وتولدي هذا اللي رزقنا به ربي وتزيدي الرابع والخامس، المهم تكوني معايا برك. هذا ما كان توقيلا فات الحال رشيد. لا لا ما تقوليش هكذاك يا جميله تعيشي، ما تقوليش هكذاك. جميله سليمه عيطي لخديجه. جميله خلاص جميله عطني جميلة.
جميلة خلاص جميلة فطني جميلة. ألو خديجة أنا سليمة. اجري اجري ارواحي ارواحي. جميلة جميلة جميلة. راني مسامحتك بصح لازم تأمن عمري ما عصيتك. اكتب ربي وعدني وعدني باللي ما راح تخلي البنات بلاي مات. لازم تشوف الوم واحدة تحبهم وتحن عليهم وترعاهم. محل جيب لهم يما تحت. انتي تبقي معهم انتي تربيهم انتي تدفعي بهم. للمجهول. رانيا ركزي شويه مع الدرس تكمليها كان استدعي والديك. صباح الخير. صباح الخير. كنزة رانيا وش بيها مستواها وغير يهبط كل ما راهيش في القسم. كنزة راكي قريبة عليها اهدري معاها. على بالك المسكينة راه عندها شوية مشاكل بصح راهم قربوا الامتحانات. خلاص درك انا نهدر معاها. صح على خير. يلا رانيا روحي روحي معنا. رانيا يا بنتي خالك يحتاجك ما تقلقيش. وش كاين خالي؟ وش كاين؟ كش ما صرا بابا؟ يلا بنتي لازم تروحي معايا للدار. نجي معاكم. Thank you.
كنتوا عارفين باللي كانت بالحمل. معلوم كنتوا عارفين. كنتوا عارفين حتى رايحوكم في هاد الشيء. بصح حرام عليكم. وكان جات واحدة فيكم وقالت لي. كنت ما نخليش اختي في هاد الدار. كنت نديها في دار خوها محلولة. حكيمه طلعت لها لاتونسيون واثرت على البيبي. لاتونسيون اشكيتش مسكينه. جات اليوم الصباح بكري قالت لي خلي عند كريمه باش تروح تجيب واحد الحشيشه. قالوا لها عليها سقط الصغير. قلت لها جميله بالاكي ما تشربيش حاجه ما تعرفيهاش يعود يكون مسموم ولا حاجه. شوفي وين وصلت. علاش ما سمعتيش جميله؟ علاه؟ قلت لها يجي النهار وين يتبدل رشيد. ورشيد على بالو؟ ما على بالوش. خالو كان يسمع. خال اخويا المسكين على بالك لو كان يسمع ضميره راح يعذبو طول حياته. بالك يا خديجه راح تسمع وبالك يوصل له هذا الكلام. سمعتي يا خال اخويا؟ يا خال اخويا مسكين تعذب. يا خال اخويا يخرج من معنا يطلع في واحدة أخرى. شوفي الهضرة هادي تموت هنا. سمعتي؟ وحتى حكيمة ما لازمش تسمع. سمعتي؟ 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 تاعها ما شفتوهاش قعدت معاها شغل يماها. وسليمة مازالها وحدها. كنت معاها كنت معاها ما قدرت تطيح. هذيك مسكينة كلش في قلبها. هيا نوضو نروحو للبزار نروح نحل شفرانية. خويا رشيد دير ربي من بي في قلبك.
لازم تكون صبار، الانسان ما يجهلش في هذا الشيء. هذا بصح بسبتي راه طويل، بسبتي ما بسبتك ما والو. نموت كاتب هذا ما كان عنده الحق. واش راه يقول؟ هو اللي سببها، هو اللي جهل وخرج من رحمه ربي. كيف هي عجيبه؟ انا الشيء اللي غاضني اكثر، ماتت اختي بلا ما نعرف باللي كانت حامله. راني متاكد باللي هو اللي قتلها بالزعاف. اسمع صالح، الله ينورك، خلينا من هذا الكلام، هذا ماشي وقته كامل. ترى لو كان جبته لي كنت انا اللي نربيه، هكذا كنت مطلق روحك. ما تكتو اختي بزعاف. وشو يحوس هذا يا وشو يحوس؟ امال ديكم بركه هنا، ماشي هنايا كاين الناس. هيا خويا صالح اخرج لنا من الدار. الله يرحم والديك. هيا سامحنا. سمحونا يا جماعه. يعطيك الصحة شيخ. الله يسلمك. خلاص راهي رقدت رانيا. رانيا على أكثر من تلميذتي، وإلا بغات تريح هاد السمانة معليش ما جات تقرا. لا لا، بعد غدوة إن شاء الله تدخل المزيد. إن شاء الله. تبقاو على خير. جوز ملتي البنات يقعدوا يامات معانا. علاش تديهم؟ ما تنساش بلي هادو بنات اختي. وانا باباهم، انا بناتي ما يخرجوش من داري مادامني حي. واش معناتها؟ راك تحرمنا نشوفوهم؟ اسمعي، اللي حاب يجي يشوف البنات يجي يشوفهم هنا. انا بناتي ما يباتوا في حتى دار. ومادا بيا هاد الكلام هذايا تفهميه من اليوم. كيما يقولوا روح المرحومه مازالت هنا، وانا ما جيتش ندير الدواس اليوم. واللي في بالك غير نحيه، احنا خوال البنات ومحال تمنعنا نشوفوهم. انتوما كل وحده تروح لدارها. كيفاش نخلوك وحدك؟ هكذا راح تبدا حياتي مع بناتي، ماذا بيا تبدا من اليوم. تعيشكم يعيشكم روح.
رشيد راك جيت يا خويا، ماشي نورمال ما تكمل السمانة تاعك. جيت على جال شغل نعاود نروح. والبنات وين خليتهم؟ راني رحت لمسيد وسليمة وريما راهم مع خديجة. وين بيها وراك رايح؟ والبرية هذه اللي في يدك واش؟ نطلع عند المعلم دي موديلو خمس شهور. خمس شهور؟ خمس شهور كامل؟ واش تحبني ندير؟ لازم نريح مع البنات حتى يوالفوا غيابي معاهم. وما تنساش راني راح اتجوز بهم، لازم نوقف معاهم. اسمع رشيد، البنات ماهمش وحدهم، راهم كاين عماتهم. انا نقول لك الصحة، خمس شهور خممت على المصروف، خممت كيفاش تعيش. يخاف منك.